خلينا نقف ولو لدقايق عند كابتن سامي قمصان نفسه، لان الحقيقه برضو الفتره اللي فاتت كانت فتره يعني مش يعني فتره عصيبه الى حد كبير، مليانه مرتبك. احداث كبيره، احداث جسام ومؤثره للغايه. هو الراجل الحقيقه بمنتهى الاقتدار وبمنتهى الاحترافيه، والاهم انه بمنتهى الهدوء وبلا صخب تقريبا بيقود السفينه كما ينبغي. هل استمراريه الاداء ده من كابتن سامي قمصان ممكن يبقى لها انعكاسات مستقبليه فيما يتعلق باي قرارات بصدد اتخاذها متعلقه بالمدير الفني للنادي الاهلي؟ تبدا من النهارده، يعني مباراه زي النهارده محك رئيسي النهارده اكيد، واحتكاك قوي واختبار قوي جدا لمدير فني شاب. انا يمكن انا اتعاملت معاه فنيا في الملعب في حرس الحدود، كان يعني قادني مباراتين او ثلاثه في حرس الحدود في فتره انتقاليه برضو. من المديرين الفنيين بعيد بقى عن النادي الاهلي، لا مدير فني واحد صعد بحرس الحدود للدوري الممتاز، عنده امكانيات فنيه، ليه رؤيه مختلفه تماما. ومدرب انا بشوفه كان يعني كان ممكن يتواجد في الدوري الممتاز كمدير فني او الرجل الاول من فتره، لكن هو تواجده في النادي الاهلي وحبه للنادي الاهلي وان هو عايز يتعلم اكتر وعايز يستفيد اكتر خليته يكون مصمم على التواجد. النهارده مباراه هتفرق كتير مع كابتن سامي، هدوء كابتن سامي على الخط هينقله للعيبه، اللعيبه النهارده لازم تساعد كابتن سامي كمان، يعني انا كلعيب لان انا عارف دور كابتن سامي الفتره اللي فاتت في وجود موسيماني في المشاكل اللي كانت ممكن بتحصل، ودوره مع اللعيبه ودوره ازاي بيكون قريب من اللعيبه بشكل كبير ويحاول يخفف من عليهم ويخفف عليهم الاعباء واي مشاكل كان بيحاول يحلها. فانا النهارده دوري كلعيب ارد له بقى الجميل، لازم ابقى النهارده مركز، لازم النهارده التعليمات الفنيه والتحضير الفني والذهني اللي كابتن سامي قبل اللقاء ده شيء، لكن النهارده اللعيب هو اللي هيمتحن، اللعيب هو اللي هيكون نازل الملعب. لازم ما دام علاقتي بالمدير الفني كويسه والمدير الفني راجل معايا وواقف معايا بشكل كويس وفي ظهري دايما، لازم النهارده انا اكون في ظهره، لازم النهارده اكون في كامل تركيزي سواء الذهني او الفني او بكل كل تركيزي كل ما اوتيت من قوه عشان اقدر اكون في ظهر الراجل ده، لان مباراه زي النهارده ومعترك مهم جدا ومعترك قوي ومحك قوي جدا هيفرق في المسيره التدريبيه والقرار اللي حضرتك بتتكلم عليه مع كابتن سامي، لان كابتن سامي داخل على فتره صعبه جدا محله بيراميدز. فاعتقد ان مباراه النهارده هتدي ثقه كبيره لكابتن سامي، ثقه مجلس اداره في كابتن سامي، جماهير النادي الاهلي في كابتن سامي، وما ادراك ما جماهير النادي الاهلي لما تبقى واثقه في حد وبتدعمه وفي ظهره. فاعتقد كابتن سامي عاجبني اليومين اللي فاتوا اللي هو قافل على نفسه. صحيح. يعني احنا ما فيش اي معلومات طالعه، ما فيش اي اخبار طالعه من يعني حتى الموقع، يعني انا شايف ان الدنيا مقفوله بشكل كويس، في تركيز، حاله الحب اللي طبعا تقييم مباراه ايسترن طبعا مع احترامي الكامل لفرقه ايسترن كومباني والكلام ده، لكن في اداء مغاير وفي شكل وفي حريه، لكن في روح، في روح في ايه؟ صح قصه دي نقطه مهمه، خوف اللعيبه على بعض، حب اللعيبه لبعض، مش كلام شو او لقطات حتى للشو. علاقتهم بكابتن سامي قمصان بصراحه من الشخصيات والحق يقال المهذبه جدا والذوق جدا والذكيه جدا، وقلنا الكلام ده قبل كده، وعلاقته باللعيبه كلها حلوه وبالاداره، فده مشهد اصلا لصالحنا من قبل ما يبدا كابتن سامي. يعني في كده رجل يجي مثلا يمسك او يتولى مهام يبقى عنده مشاكل او صعوبات او عراقيل، كابتن سامي الحمد لله الحته دي مش موجوده خالص. ما انا لسه كنت بقول لحضرتك اللي هو ايه، هو علاقته باللعيبه كويسه جدا، دايما في ظهرهم، لو بيتعامل مع اللعيبه كلها بيحاول يحتوي اللعيبه بشكل كويس جدا. فانا النهارده كلعيب لازم ارد له اللي هو عمله معايا الفتره اللي فاتت، لازم اساعده النهارده لان مباراه الله يكون في عونه. انا بتمنى له كل التوفيق، لان انا كابتن سامي انا بحترمه جدا على المستوى الشخصي كمان، شخصيه محترمه جدا بالزبط. جدا جدا، فاتمنى له التوفيق ويكون مولد مدير فني جديد للكره المصريه ان شاء الله باذن الله.